مساء الخير. مع تزايد التوترات العسكرية في المنطقة الغربية، صرحت واشنطن بأن وقت التنازلات قد حان فيما يخص عرقلة الانتخابات، ومع تجديد نيتها لم تغير الولايات المتحدة خطتها بشأن ذلك، فما تزال ترى أن تشكيل حكومة أخرى هو ما سيقود إلى انتخابات، وهذا ما رجح أنها بدأت تسحب دعمها من الدبيبة. فهل من الممكن فعلا أن يتراجع عن الساحة السياسية؟ وفي وسط الخبر لليلة نطرح دلالات التوقيت التي جعلت نورلاند يكثف اجتماعاته مع المسؤولين في العاصمة، وماذا تفعل وحدات الشركة آمنتم في الزاوية؟ أهلا وسهلا بكم. رأى تقرير نشره مركز صفان الأمريكي للأبحاث أن القوى الإقليمية والغربية تعمل مع الحكومات المتنافسة في شرق وغرب ليبيا من أجل تحقيق مصالحها الخاصة، مشيرا إلى تقدم ضئيل على صعيد المساعي المبذولة من قبل الأمم المتحدة والقوى الغربية لتوحيد البنية السياسية في ليبيا من خلال إجراء انتخابات رئاسية ونيابية. لكنه رجح كذلك أن يمهد التقارب المصري التركي الأخير، والذي بلغ ذروته بلقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب إردوغان الطريق أمام توحيد ليبيا، مضيفاً أن اعترف بعض القوى الخارجية بأن استمرار الانقسام في ليبيا يضر بمصالحها ويزيد من احتمالية أن تؤتي عملية المصالحة التي تقودها الأمم المتحدة ثمارها. كما أشار التقرير المنشور أمس الأربعاء إلى استغلال روسيا روابطها مع قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر في الشرق من أجل توسيع نفوذها إلى داخل القارة الأفريقية، وهو ما يثير قلق الولايات المتحدة على وجه الخصوص. ورداً على الاستياء الدولي والأممي من فشل العملية السياسية في ليبيا، لفت التقرير إلى إعلان حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في 21 من فبراير الماضي بشأن انسحاب التشكيلات المسلحة من العاصمة وعودتها إلى مقراتها. وقال التقرير إنه على الرغم من غياب المرونة بشأن إجراء الانتخابات، تتخذ الحكومة في طرابلس خطوات لإرساء سيادة القانون والحد من قوة التشكيلات المسلحة، رداً على أحباط الأمم المتحدة بشأن العملية السياسية المتوقفة والاستياء العام من الوفيات الناجمة عن اشتباكات المجموعات المسلحة على مدى السنوات القليلة الماضية. وعلى الرغم من الخطوات المتخذة لتعزيز سيادة القانون في غرب ليبيا، يقول التقرير إن استمرار ازدواجية السلطة على الصعيد الوطني تمكن القوى الإقليمية والعالمية من إبرام اتفاقات منفصلة مع الخصوم لتعزيز مصالحها الخاصة، ومكن ذلك حسب التقرير القوى الخارجية الإقليمية والغربية من إنشاء أعمال مربحة وترتيبة غير مشروعة تمكن الطرفين المتنافسين من العمل والاستمرار بشكل منفصل، مما يقلل من حاجتهما لتشكيل بنية سياسية واقتصادية موحدة. وأشار التقرير إلى قلق أمريكي خاص من عمل مجموعة فاغنر الروسية المتواصل، والتي أعيد تسميتها باسم الفيلق الأفريقي مع المشير حفتر لتعزيز التقدم الروسي في أفريقيا. وتطرق التقرير كذلك إلى التقارب الأخير بين مصر وتركيا وتأثيره المحتمل على حل الأزمة السياسية في ليبيا، وقال إن حل حالة عدم الاستقرار في ليبيا أصبح هدفاً رئيسياً لمصر وتركيا لقوتين متنافستين في شرق البحر الأبيض المتوسط. حول هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي دكتور يوسف البخبخي الأكاديمي والناشط السياسي، أيضا فيصل بورايقة الباحث في قضايا الأمن القومي وفتح الشبلي المهتم بالشأن العام. أشكركم ضيوفي الكرام على تواجدكم في هذه المساحة. لعلي أبدأ معك دكتور يوسف، نبدأ من تصريحات السفير نورلاند الأخيرة التي دعا فيها إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال تقود إلى إنجاز الانتخابات القادمة. كيف تقرأ التغير المفاجئ لموقف واشنطن تجاه عبد الحميد الدبيبة؟ وهل بدأت رسميا في سحب دعمها له؟ وما تداعي ذلك على مستقبل الحكومة المؤقتة؟ بدءا تحية طيبة لك ولضيوفك ولمشاهديك الكرام. هل هناك جديد في كلمة أو خطاب المبعوث الأمريكي؟ أنا لا أرى جديدا في حقيقة الأمر. يعني ربما جديد هو تشكيل حكومة جديدة، يعني الإصرار على التشكيل حكومة جديدة. الخطاب الأمريكي لا يتحدث عن حكومة تصريف أعمال، الدعوة إلى حكومة تصريف أعمال. وهذا الموقف متناغم مع التغير الذي حدث يعني على الصعيد الدولي والأممي في الدعوة إلى حكومة موحدة. يعني نحن نعلم أن هناك ضغوطات متأتية من الشرق
يقودها مجلس النواب في المحاولة لصناعة حكومة جديدة بدءا من التعديل الدستوري 12 وصناعة الحكومة الموازية آنذاك حكومة بشاغة والتي انتهت إلى حكومة أسامة حماد. الدعوة كذلك في التعديل الدستوري 13 إلى فكرة الحكومة والتي تكررت في التعديل خارطة الطريق قوانين اللجنة السداسية المشتركة أو المعروفة بقوانين أبو زنيقة. فكرة الحكومة فكرة مهيمنة على المعسكر المقابل تحديدا على الحالة الانقلابية في الشرق وواجهتها مجلس النواب. الاستجابة كانت من قبل المجتمع الدولي هي الحكومة الموحدة وليس حكومة جديدة، وهذا جاء كذلك في قرار مجلس الأمن 2702 في الفقرة الخامسة. تحدث مجلس الأمن عن قوانين قابلة للتطبيق، أي الحاجة إلى قوانين قابلة للتطبيق، وعن حكومة موحدة قادرة على ممارسة الحكم في جميع أنحاء البلاد. فالحديث في حقيقة الأمر لم يخرج عن فكرة الحكومة الموحدة، والحديث عن حكومة موحدة يعني عدم تجاوز حكومة الوحدة الوطنية، بل توسيع حكومة الوطنية أو جعل حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة موحدة بإدخالها لعناصر أخرى أو تطعيمها بعناصر أخرى تلقى القبول من الطرف المعسكر المقابل أو الأطراف الأخرى. وفي تقديري كلمة مبعوث الأمريكي وزياراته هذه الأخيرة في تقديري جاءت إزاء الهجمة القائمة من طرف المقابل والتي تمثلت في لقاء تونس وتمثلت في الدعوات التحركات العسكرية في الشرق، فهي محاولة لاحتواء هذه الهجمة و إعادة الحديث عن الحكومة الموحدة. وأنا لا أعتقد يعني أن نفهم من حضرتك دكتور البخي أنه ليس بالضرورة ما يعنيه نورلاند اليوم هو تحييد دبيبة وإقصائه من المشهد، يعني ليس بالضروري يعني مسألة تشكيل حكومة تصريف أعمال تكون بهذا التفسير، لأن الأكثرية فسروها بأن هي يعني هنا يعني إقصاء دبيبة، يعني لأنه يعني لماذا قد يدعو لحكومة تصريف أعمال وهناك حكومة بالأساس؟ لا هذا التفسير خارج السياق، يعني التفسير لازم أن يؤخذ من السياق. التفسير المتناغم مع السياق هو حكومة وحدة وطنية موحدة لا جديدة في هذا الأمر، عاد تطعيمها بعناصر جديدة وإبقاء الحكومة على ما هو عليه. لماذا؟ لأن الموقف الأمريكي الدولي وكذلك الأممي لا يقوم على تغيير الحكومة بقدر ما يقوم عن الحاجة إلى قوانين قابلة للتطبيق. يعني فكرة الحكومة الموحدة هي تنازل لإزاء الهجمة المقابلة التي تتحدث عن حكومة جديدة. المجتمع الدولي ليس بصدد تغيير حكومات بقدر ما هو بصدد تغيير المشهد وبناء حالة تشريعية جديدة والدخول في انتخابات. طيب أشرك ضيفي، اسمح لي دكتور يوسف أستطلع رأي ضيفي في جهة المقابلة. دكتور أستاذ فيصل بورايقة، يعني الدبيبة وبعد لقائه نورلاند الثلاثاء الماضي لم يتطرق لمسألة تشكيل الحكومة الجديدة واكتفى بتأكيده على دعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات وجدد موافقته على مقترح المبعوث باتيلي حول الطاولة الخماسية. برأيك ما الرسائل التي يرغب بإيصالها رئيس الحكومة، وهل تزال لديه يعني الفرص للمناورة خاصة وأنه خلال فترة حكمه خاض عدة معارك ربحها جميعها؟ نعم، مساء الخير، أحييك وأحيي الضيف الكريم وكذلك المتابعين. طبعا السيد عبد الحميد الدبيبة هو في الغالب يتحدث بلغة بأنه استجاب لكافة المتطلبات التي يتحدث بها مجلس النواب من خلال الوصول إلى الانتخابات، وهذا الأمر الحقيقة غير صحيح. لا نريد أن ندخل في التفاصيل، لكن هناك كثير من الشواهد وكثير من التصرفات. السيد عبد الحميد الدبيبة انقلب عليها، نحن نتحدث هنا للأسف عن تفاصيل للأزمة، وبالتالي بكونه هو التزم السيد عبد الحميد هذا كلام غير دقيق. السيد عبد الحميد الدبيبة أول المنقلبين على وثيقة جنيف تونس عندما وقع على التعهد وعلى الالتزام بأنه لن يخوض إجراء الانتخابات ولن يدخل في هذا السباق،
ولكنه الحقيقة نجد بأنه انقلب عن هذا الموضوع وأكد في تصريح سابق بأنه السيد دبيبة هذا الالتزام وصفه بأنه التزام أخلاقي فقط غير ملزم، وهذه طبعا كلمة كبيرة لدى للمجتمع الغربي وأيضا للليبيين فترة. وبالتالي السيد عبد الحميد دبيبة لا يريد أن يترك ولا يريد أن يغادر ويريد أن يدخل في الانتخابات. هنا تأتي عملية تعارض المصالح الحقيقة للسيد عبد الحميد دبيبة، بذل كافة الجهود وبذل كافة الأساليب والوسائل من أجل الإبقاء على وضع الوضع الراهن كما هو، استخدم فيه الأموال العامة في عديد التصريحات. وصف السيد عبد الحميد مجلس النواب بأنه هو جهة غير شرعية، مع أنه الجهة التي اعتمدتها في لقاءات سرت. ما أتحدث عنها هذه هي تفاصيل للأزمة الحقيقة، لكن عمق الأزمة في ليبيا هو حالة من حالات الانكشاف الاستراتيجي بالنسبة للدولة الليبية للخارج، حالة من حالات تسليم القرار السياسي والقرار السيادي للدولة الليبية للخارج نتيجة لعملية الانقسام السياسي. والحقيقة السيد عبد الحميد ساهم فيه بتصرفاته عن طريق فهم أو غير فهم، هو من أوصل البلاد لهذا المنعرج المعقد والخطير. ونلاحظ الآن تداعياته الاقتصادية التي بدأت تظهر شيئا فشيئا. نعم، طيب أذهب أطرح سؤالي على سيد فتحي. يعني موقف دبيبة من تشكيل حكومة جديدة موقف واضح ولم يتغير، يعني قبل أيام شدد على رفضه التام لهذه المسألة وأكد أن حكومته جاءت لتكون آخر مرحلة انتقالية في ليبيا. هناك من يرى بأن تعنت رئيس الحكومة هذا قد يعيدنا إلى مربع العنف من جديد، هل تتفق مع هذا الطرح؟ أولا تحية تقدير واحترام لك وللفريق الفني المصاحب لك ولضيوفك وللسيد المخرج وللمعدين الرائعين في هذه القناة. أهلا بك سيدتي الكريمة. نحن نختزل مشكلة ليبيا في عبد الحميد دبيبة وفي حفتر وفي عقيلة صالح وفي تكالة، وفي الحقيقة هؤلاء كلهم كومبارس في الملعب الأمريكي وتوابعه الأربعة. دبيبة لا يريد أن يغادر، دبيبة هو سبب المشكلة. هل دبيبة هو الذي لا يريد أن يغادر فقط؟ أم أن مجلس النواب ومجلس الدولة والسيد حفتر الجميع لا يريد أن يغادر، والجميع ينفذ دور مرسوم له من لاعب إقليمي يصطف حوله. الولايات المتحدة الأمريكية أو توابعها الأربعة الذي أشكركم أنكم وضعتوا أعلامهم على شاشتكم هم اللاعب الرئيسي، وهم من سلم الليبيين لهم كل أوراق اللعبة. واليوم نحن نستجدي الحل ونحن نركض خلف ما يقوله السفير الأمريكي أو ما يصرح به السيد باتيلي وكل هذه الخزعبلات وألاعيب. لا يريدون انتخابات، وقصة الحكومة الثالثة أو الحكومة الموحدة أو حكومة تصريف أعمال كل هذه اللعب بالمصطلحات وإنهاء للليبيين لاستمرار الأزمة في ليبيا. سيدتي الكريمة، ضيوفك الكرام، مشاهديك الكرام، سيد بايدن عندما زار الكيان الصهيوني قال بالحرف الواحد: لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط ما لم تعترف الدول العربية جميعها بالكيان الصهيوني. واليوم قصة الديمقراطية وحقوق الإنسان وقصة كرامة البشر وحرية الشعوب والقانون الإنساني والقانون الدولي، هذه كلها اليوم انكشفت بما يحدث في غزة من قتل ودمار وسحق بمباركة هؤلاء الذين نريد منهم حد، بصواريخ وطائرات هؤلاء الذين نريد منهم حد. إذن ما يحدث دبيبة عقيلة حكومة ثالثة حكومة رابعة حكومة خمسين مرحلة انتقالية، كل هذه الأشياء وحتى هذا المركز الذين أنتم استشهدتم بتقريره قبله هناك عشرات التقارير يكررون نفس الكلام لضخ الدعاية التي ترسخ مفاهيمهم.
في عقولنا. الحل القادم ما الحكومة طيب بدون 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 غطاء يعني دولي، هل يمكن أن يكون هناك حل أستاذ فتحي الشبلي؟ أعطيني 30 ثانية من فضلك. تفضل. نحن نريد من الليبيين ونريد من الساسة والمحللين أن يفوقوا من هذه الأوهام. أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكل هذه الدول لا تريد لنا خير ولا تريد أن تستقر لا ليبيا ولا تونس ولا مصر. همهم وما يحدث في غزة خير شهر هو الكيان الصهيوني وسيطرة الكيان الصهيوني. فلا تطمعوا بحلول من الذي يقتلكم صباحا ومساء. شكرا سيد. طيب أذهب إليك دكتور يوسف من جديد. المطالبات بتنحي دبيبة تزداد يوما بعد يوم، آخرها الصديق الكبير الذي طالب الثلاثاء الماضي بتشكيل حكومة جديدة، الأمر الذي يعكس وصول الخلاف بين الرجلين لذروته، فلم نعتد على الكبير هذه اللغة في بياناته. هل يستطيع دبيبة المثقل بالخصوم اليوم الخروج من هذا الموقف الصعب؟ وماذا عن حلفائه الدوليين؟ يعني حالة الخصام ما بين الدبيبة أو حكومة الوحدة الوطنية ومصر الفيبي المركزي متمثلا في الصديق الكبير، هذا الخصام في تقديري خرج عن السياق الموضوعي. ما يدعو إليه المصرف ليبيا المركزي أو رسالة السيد الصديق الكبير إلى مجلس النواب، وكذلك لقائه بعض من أعضاء اللجنة المالية لمجلس النواب اليوم، يتحرك حقيقة في سياق خارج نطاق العمل التنفيذي. بمعنى آخر، لا يمكن لمجلس النواب وهو في حالة تنافر اليوم مع الحالة مع معطيات أو مخرجات ملتقى الحوار السياسي جنيف تونس، لا يمكن له أن يصنع حكومة من تلقاء ذاته. مجلس النواب صنع حاول إنجاز حكومة موازية لم تحظى بأي اعتراف دولي، وفشلت تلك الحكومة وبقيت عبارة عن حكومة مصطنعة تدار في الشرق، لا سطوة لها ولا منفذ لها للمال العام أو لإدارة الشأن العام. بمعنى آخر، أن ما يقوم به مصر الفيبي المركزي هو تجاوز لصلاحياته. مصر الفيبي المركزي ملزم وكذلك حكومة الوحدة الوطنية بالوصول إلى توافق حول آليات الإنفاق العام. أما فكرة وجود قانون للميزانية الذي دعا إليه مصر الفيبي المركزي الذي عطل هذا الأمر، هو مجلس النواب الذي أخرج حقيقة الأمر. حكومة الوحدة الوطنية من منطق رقابة مجلس النواب ومن صناعة قانون ميزانية لها هو مجلس النواب. مجلس النواب يتحرك في إطار سياق انقلابي لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية ولل حصول والهيمنة على خارطة الطريق. يجب إدراك نحن نعيش حالة صراع سياسي، والصراع السياسي القائم محليا ليس حالة تآمرية أمريكا بريطانيا العالم الآخر الكيان الصهيوني، هو حالة محلية بحتة. لدينا ثورة مضادة، لدينا مشروع انقلابي، لدينا واجهة سياسية لهذا المشروع الانقلابي يقودها مجلس النواب وعلى رأسه عقيل الصالح. ما حدث من بعد ملتقى الحوار السياسي جنيف تونس أن مجلس النواب سعى لصناعة قوانين معيبة من قبل ذلك، ثم سعى إلى اختطاف خارطة الطريق، وهذا ما حدث فيما أطلق عليه بالتعديل الدستوري 12. فشلت تلك المحاولة، لجأ في ذات التآمر مع كتلة التوافق ومع خالد المشري ومجموعة الإخوان في مجلس الأعلى للدولة التي تقود كتلة التوافق، ومحاولة الوصول معها إلى توافق زائف هو تآمر في حقيقة الأمر للسطو وللهيمنة وللوصول إلى العاصمة من قبل المشروع الانقلابي. فشلت كل تلك المحاولات. الآن حكومة الوحدة الوطنية تتعرض لضغوطات يعني من قبل هذا المشروع. يعني يمكن أن أقول أن مجلس النواب نجح في استقطاب الكبير اليوم المحافظ؟ لا أبدا، لا الكبير حالة استطاعت أن تثبت وجودها بشكل مستقل. الذي نجح الذي يسعى إلى استقطاب مجلس النواب هو الصديق الكبير أي مصر الفيبي المركزي وليس العكس، بدليل رسالة أعضاء مجلس النواب التي جاءت ردا على رسالة رئيس محافظ مصر الفيبي المركزي، والتي كانت حقيقة في سياق النقد وفي سياق التضاد مع رسالة محافظ مصر الفيبي المركزي.
المركزي. محافظ مصرف ليبيا المركزي الآن يقوم بدور خارج سياق الصلاحيات، خارج سياق المسؤوليات، وحقيقة يقود البلد إلى وضع اقتصادي مربك أدى إلى ارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية ومزيد من التضخم الذي سيعانيه المواطن. محافظ مصرف ليبيا المركزي ليس أمامه إلا التوافق مع حكومة الوحدة الوطنية المسؤولة عن الإنفاق العام. إذا ما كانت هناك تجاوزات لحكومة الوحدة الوطنية في سياق الإنفاق أو تجاوزات متعلقة بوجود شبهات للفساد، هذه أمور تعالج من خلال الأدوات القائمة. للأسف مصرف مجلس النواب أو ما يسمى بمجلس النواب أخرج نفسه من وضع الرقيب منذ اللحظة التي رفع فيها الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية. فنحن إزاء إشكالية أو حالة معضلة. المجتمع الدولي اليوم قضيته الوصول إلى قوانين انتخابية، عسى أن يتغير هذا المشهد ونصل إلى حالة تشريعية توافقية قد تخرج بنا من حالة الاستقطاب التي دفع بها مجلس النواب. مصرف ليبيا المركزي اليوم ليس عليه إلا أن يعود إلى جدته وأن يلتزم بما ألزم به صلاحيات وسياق نقدي ومعالجة السؤال النقدي. أما المخاطبة لمجلس النواب والسعي إلى حكومة، فهنا مصرف ليبيا المركزي يقدم نفسه كطرف سياسي وليس كطرف مسؤول عن السياسة النقدية. وأنا في تقديري هذا ما دفع الزيارة الأخيرة أو الزيارات المتسارعة من قبل الأطراف الدولية وعلى رأسها المبعوث الأمريكي في محاولة لتطويق هذا الخلاف وفي محاولة لإعادة بالحديث عن واشنطن الاستقرار القائم ما بين في سياق آخر أتوجه بالسؤال إلى ضيفي. اسمح لي أعتذر منك على المقاطعة دكتور يوسف حتى أوفي باقي ضيوفي حقهم. أستاذ فيصل، يعني هناك أخبار متداولة في قنوات تركية تتحدث عن إرسال الولايات المتحدة وحدات مسلحة من شركة أمنتوم الأمريكية للسيطرة على مصفات الزاوية كخطوة أولى من محاولتها وضع المجموعات المسلحة في ليبيا تحت سيطرتها. إذا صحت هذه الأنباء، أليست واشنطن بحاجة إلى وجود دبيبة كحليف جاهز ربما يضمن لها خططها على الأرض؟ الولايات المتحدة والحقيقة ما يتم تسريبه حاليا من وجود لقوات خاصة أو وحدات نخبة خاصة حول المنشآت الحيوية والمنشآت الاستراتيجية هو أمر وارد، لأن حالة الانكشاف بالنسبة كما تحدثنا في ليبيا هي حالة سائدة على كافة القطر نتيجة لحالة الانقسام السياسي الموجودة حاليا. الولايات المتحدة الحقيقة هي ليس يعني متوقفة على حليف معين أو على طرف سياسي معين. الولايات المتحدة مصالحها يعني حتاخذها سواء كان موجود عبد الحميد دبيبة أو غيره. الولايات المتحدة طبعا فاعل دولي وليس فاعل إقليمي، الجميع يسعى إلى استرضائها، بل حتى في كثير من المرشحين المحتملين للحكومة القادمة أو حتى للانتخابات الرئاسية جميعهم للأسف يقومون بالترويج بأنهم ذهبوا إلى واشنطن أو يحجون إلى واشنطن لمحاولة الحصول على رضائها. هذا هو ديدا المسؤولين الليبيين، تحركهم الدائم في اتجاه السفارات الأجنبية والغربية، وهذا يعكس عمق الأزمة في ليبيا وهو وجود الخارجي وتحكمه في الداخل نتيجة للتشبث في التشبث بالسلطة، وهذا يعطي فرصة أكثر للفاعل الخارجي بالتدخل. لا أريد الحديث أكثر، الولايات المتحدة كقوة دولية هي تدخلت نتيجة لتحقيق مصالحها القومية، تحدث عنها السيد بايدن الفترة الأخيرة عن التهديدات للأمن القومي بالنسبة للولايات المتحدة، وبالتالي الإبقاء على الحالة الليبية ضمن الحالات المهددة للأمن القومي للولايات المتحدة. وهو هذا المشروع عادة يراجع كل عام ويضع ليبيا ضمن هذه المخاطر، ضمن هذه الوثيقة نتيجة لحالة الانقسام السياسي في ليبيا. إذن أكثر خطر يهدد الدولة الليبية هو حالة الانقسام الحقيقة، عدم تماثل المصلحة الوطنية لدى المسؤولين الليبيين كافة، أتحدث على المسؤولين السياسيين، عدم تماثل المصلحة، وبالتالي الجميع لديهم حلفاء خارجيين والجميع لديهم أصدقاء في مستوى معين، عدم تماثل مصلحة الجميع هذه تعطي فرصة
إلى عدم تمثل مصلحة العامل الخارجي والتدخل في الحالة الليبية، وتعطي كل طرف خارجي أن يتحرك بأريحية نتيجة لفشل عملية الحوار والعودة إلى المربع الأول، والجميع يبحث عن مصالح الشخصية، نتحدث عن الدول بعيدا عن التوافق. هذه الدول العشرة التي سميت بدول اتفاق برلين هي من تتدخل في ليبيا نتيجة لعدم تماثل المصلحة لديهم، جميعا لديهم مصالح خاصة ويعرفوا بها بأنها المصالح القومية لهذه الدول. نعم. وهذا طبعا يعطي فرصة للتدخل أكثر، ويعطي حالة الانكشاف الاستراتيجي التي وصلت بأن نحن نشوف في المسؤولين الأجانب على رأسهم الولايات المتحدة مثل السيد جيرمي بريدنت والسيد ريتشارد نورلاند وغيرهم، بأن يجتمعوا مع السيد الصديق الكبير ويتم الحديث، وهذا يسمى حالة انكشاف اقتصادي أمام الأجنبي، التدخل في أسعار الصرف وبضرورة التهدئة وبضرورة تخفيض حجم الإنفاق، يعني حالة من الانكشاف ساهم فيها عن قصد أو عن غير قصد المسؤول الليبي، هو من قام بفضح الدولة الليبية ووضعها على كما يقال على الشارع مباشرة، حالة انكشاف كامل. نعم. الاطلاع على أسرار الدولة بالكامل وعدم ملكية هذه الأسرار وهذه المعلومات لصالح الجانب الليبي. نتيجة أعود وأكرر، أكبر خطر على الليبيين هو حالة الانقسام الذي طيب. بحث فيه كل طرف عن صالح الشخصية بعيدا عن المصلحة الوطنية العليا للدولة الليبية. نعم، أذهب معك سيد فتحي الشبلي. التوجه نحو تشكيل حكومة موحدة جديدة يأتي بعد تهديد مجلس الأمن بفرض عقوبات على كل من يعرقل إجراء الانتخابات، هل يمكن أن تشمل برأيك هذه العقوبات عبد الحميد دبيبة إذا أصر على رفضه تشكيل حكومة جديدة، وما شكل هذه العقوبات إن تم توقيعها؟ أولا أشكر السيد فيصل على مداخلته الثانية، لأنه أكد ما قلته في مداخلتي الأولى وقد شرحها بدقة. ليس اللاعب المحلي هو سبب الإشكال، ولكن المؤامرة الدولية التي تقودها أمريكا على ليبيا هي سبب ما يحدث، وكل هؤلاء الذين الآن على المشهد في ليبيا داخليا هم عبارة عن كومبارس ينفذون سياسات مرسومة للاعب إقليمي. قصة مجلس الأمن وتهديداته هذه كلها خزعبلات وبيانات لا تساوي الحبر التي كتبت بها. قد في العبارة التي صدرت على مجلس الأمن قال قد نفرض عقوبات، وقبلها بسنتين قال سنفرض عقوبات، وقبلها عندما تم تشكيل حكومة دبيبة وقالوا بأن هناك رشاوي قال سنحقق. إذن مجلس الأمن في الهيمنة الآن هو تحت السيطرة والهيمنة الأمريكية الكاملة. الدور الروسي والدور الصيني في مجلس الأمن لا يرتقي إلى مستوى المسؤولية، والدليل في هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على هذا المجلس أنها اتخذت 5 قرارات فيتو ضد إيقاف الحرب في غزة. وبالتالي إذا كنا نعول على أن مجلس الأمن بالطريقة التي يعالج بها المسألة الليبية اليوم سيصل بنا إلى حل فنحن واهبون. سيدتي، في كثير من الدول المشابهة للحالة الليبية التي كانت فيها نزاعات مسلحة مثل رواندا والبلقان والكثير من الدول الأخرى، عندما أرادت الأمم المتحدة إنهاء المشكلة لم تلجأ إلى حكومة ثانية وثالثة أو للفرقاء السياسيين، لجأت إلى قادة التشكيلات العسكرية المسلحة وضعتهم على طاولة واحدة وفعلت آلية نزع السلاح وتحميل قادة التشكيلات المسلحة العسكرية المرحلة الانتقالية للوصول إلى الانتخابات. هذا ما حدث في البلقان وهذا ما حدث في رواندا. غدا سيدتي الكريمة عندما تسمعين أن الأمم المتحدة استدعت قادة التشكيلات العسكرية المسلحة وليس السياسيين إلى طاولة المفاوضات، أدركي أن القضية الليبية في طريقها إلى الحل، ولكنك ما دمت ومشاهديك وتسمعون بأنهم يستدعون سياسيين لطاولة المفاوضات لا يملكون على الأرض لا حول ولا قوة إلا تنفيذ الأوامر التي تصدر إليهم، فهذا يعني استمرار هذه القصة. هل حل المشكلة الليبية هو في حكومة ثالثة؟ وأنت تعرفين وضيوفك يعرفون أن هناك سلاح منتشر وأن هناك
اختراع روسي أمريكي على الكعكة الليبية، وأن الروس الآن تغلغلوا في شرق ليبيا، والآن يكتمل تشكيل الفيلق الأفريقي، وأن الأسلحة تتدفق، وأن هناك الآن خبراء روس من جميع المستويات موجودين في شرق ليبيا. وهذا ما الذي يعنيه؟ وقصة هذه المناورة التي تتم في سرت الآن بسبعة آلاف آلية، ما الذي تعنيه؟ نحن نخشى من أن تحول بلادنا إلى صراع ما بين الروس. طيب، والأمريكان. سأعود إلى مسألة العقوبات. نعم، من فضلك أعطيني مساحة تفضل. كما أعطيتي لضيوفك. طيب، تفضل. وأن تتحول ليبيا إلى حرب أو منطقة حرب بالوكالة ما بين الروس والأمريكان. الروس يسعون إلى قواعد بحرية في شرق ليبيا، وإذا حصلوا على هذه القواعد فمعنى هذا أنهم خنقوا الناتو، ومعنى هذا حتى أن ما يحدث في أوكرانيا اليوم لم يعد له معنى، والأمريكان لن يسمحوا بذلك. وبالتالي علينا أن نفيق، لا قصة حكومة ثالثة ولا دبيبة ولا عقيلة ولا تكالة ولا هذه القصة. ما تواجهه ليبيا خطر أكبر في أنكم وضعتمونا في صراع ما بين الروس والأمريكان. طيب، أعود معك دكتور يوسف، يعني فيما يخص العقوبات، يعني مجلس الأمن خلال السنوات المتعاقبة فشل في تطبيق أي عقوبات على معرقلي العملية السياسية في ليبيا، أو حتى أسماء بعينها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، على الرغم يعني من وفرة الأدلة والثوابت التي وردت في التحقيقات التي أجرتها أو أجراها مجلس الأمن نفسه. ربما هذا ما يدفعنا للتشكيك اليوم في العقوبات الدولية كرادع فعال في ليبيا. ما رأيك دكتور؟ هذا صحيح إلى 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 حد كبير. هذا الكلام صحيح حقيقة. موقف مجلس الأمن أو فكرة العقوبات الدولية لم تعد تجدي نفعا. الإشكالية حقيقة هي في تغيير المقاربة، بمعنى آخر المقاربة حتى هذه اللحظة لا زالت واهنة ضعيفة للقضية الليبية أو المسألة الليبية. يعني لو نأخذ مثلا قضية الفيلق الروسي والفاجنر من قبل ذلك، والاختراق الأمريكي الروسي للساحة الليبية، وما يمثله من خطورة ليس على الفضاء الأوروبي أو على الولايات المتحدة أو الناتو، بل ما يمثله من خطورة على استقرار ليبيا وتوظيف ليبيا كمنصة للاختراق وللوصول إلى الموارد الإفريقية، ولإدخال ليبيا في أتون حرب باردة لا مصلحة لها فيها. كل المقاربة الأمريكية على سبيل المثال فيما يتعلق بالاختراق الروسي لا زالت ضعيفة واهنة عاجزة. يعني هذه المقاربة والتي يعني تجلت ربما في أقوى تمظهراتها في زيارة رئيس الاستخبارات المركزية ولقائه بالرجمة أو قيادة الرجمة، ولكن لم يحدث من بعد ذلك أي تجاوب. نحن نتحدث في حقيقة الأمر عن مقاربة دولية واهنة ضعيفة، وأن المعطى المحلي حقيقة لا زال يعبث بالمشهد. القضية اليوم ليست الولايات المتحدة ولا حتى روسيا ولا حتى مصر، هي أطراف محلية ليس في مصلحتها صناعة الاستقرار. عندما نتحدث عن غريسياني الرجمة، عندما نتحدث عن حفتر، نتحدث عن مشروع انقلابي ليس في مصلحته استقرار هذا البلد، ليس في مصلحته حقيقة الوصول إلى بناء دولة مدنية حقيقية، وهو الذي أجهض عبر أدواته من خلال مجلس النواب الذي تم تطويعه للمشروع الانقلابي، أجهض اتفاق الصخيرات وما يمكن أن ينتج عن من حكومة استقرار، وكذلك ما نتج عن ملتقى الحوار السياسي جنيف تونس وصناعة حكومة الوحدة الوطنية واللعب بفكرة الانتخابات وصناعة قوانين معيبة. نحن إزاء مشهد حقيقة المحلي فيه هو رأس الأزمة ومطامع المحلي الذي وحتى عدم توافق الدول. هناك ما يرجع الأمر إلى عدم توافق الدول الخمسة الأعضاء حول الملف الليبي دكتور. حقيقة نعم، هل استمعت علي دكتور؟ هذا الوضع حقيقة. أيوة. يعني هناك من يرجع هذا الأمر إلى عدم توافق الدول الخمسة الأعضاء حول الملف الليبي.
ليس بالضرورة، الدول لا يمكن أن تتوافق طالما مصالحها متضاربة وطالما لديها أدوات على الأرض. المشكلة في الليبيين، المشكلة في الحالة الليبية في داخلها، هذه الأدوات التي تمارس حالة الاستعصاء. الليبيون، وأتحدث هنا عن الحالة الانقلابية في الشرق، هي من يجسد حالة الاستعصاء اليوم. طيب أذهب معك لأختم سيد فيصل بوريجا، يعني فيما يتعلق عقوبات الأمم المتحدة، يرجع البعض أن فقدان العقوبات لأهميتها وقدرتها على تحقيق الغرض المقصود منها سيظل قائم طالما يتمتع الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن بسلطة منع أي إجراءات يعني تفشل في خدمة مصالحهم. نسأل هنا عن مصير ليبيا، هل سيبقى مرهونا باتفاق هذه الدول أولا؟ تفضل سيد فيصل. نعم سيدتي، لكن هل الصوت واضح؟ نعم واضح. نعم، يعني قبل أن أجيب على هذه الفقرة، يعني من الصعب جدا أن أبتدع يعني وصف القائد العام للجيش الوطني بوصفه بأنه هو إغريسياني الرجمي. طيب، هذا رأي ضيفي ويمثله هو شخصيا، لا يمثل رأي رأي القناة وتوجه القناة. تفضل دكتور. يا صحيح أنا متفق، أعرف بأنه لا يمثل رأي القناة، ولكن يعني في ثواني معدودة هذا وصف صعب جدا أن يبتدعه، أن أستطيع أن أجاريه في هذا الوصف، لأن القائد العام للقوات المسلحة حاول في فترة زمنية معينة في 2019 توحيد البلاد بعيدا عن الحلول السياسية التي فشلت من خلال المناورات، والتي لم يجدي حتى بعد يونيو 3 يونيو 2020 والتدخل المصري بأن يجب الذهاب إلى الاتفاق وحل سياسي. وبالتالي عملية إطلاق هذه الأوصاف صعبة جدا، يعني لا أريد أن أتحدث عن الاشتباكات التي كانت تحدث عقب اجتماع السيد عبد الحميد البيبة مع السيد البرهان في مدينة الزاوية. الزاوية تهمنا كبقية المدن وليس من باب التشفي، أنا أريد أن أنأى وأدخل بهذه التفاصيل، ولكن إطلاق مثل هذه الأوصاف أرى فيها بأنها صعوبة وبأنها لا تخدم عملية التصالح أو البعد عن نكل الجراح. وبالتالي عودا على سؤالك، حقيقة من الصعوبة بمكان أن مجلس الأمن في حالة الانقسام الداخل فيه أن يقوم بإصدار أي عقوبات نتيجة لوجود الفيتو ونتيجة لوجود القوى الفاعلة في الولايات المتحدة وروسيا، وأيضا امتداداتها الإقليمية في دول البترودولار الموجودة في الخليج العربي وهي المتدخل في الحالة الليبية. لا نستطيع أن نتحدث عن دول البترودولار فقط، ولكن دول أيضا دول ما دون الإقليمي، نجد هناك تدخل الجزائر، التدخل لجمهورية مصر، وجميعهم تدخلهم. لم يتبقى لدي الكثير من الوقت سيد فيصل، اسمح لي أذهب سيد فتحي الشبلي ضيفي لديه كلمة 30 ثانية. تفضل سيد فتحي. شكرا. أنا أريد أن أقول هذه حال ليبيا وهذه مأساة ليبيا. هذا يطبل لحفتر والآخر يطبل لدبيبة، من وطن فله الله ليرحمه الله. طيب، وهذا حال السياسيين في ليبيا، كل يصطف حول من يعتقد أو من هو سيدي، كما رأينا من الضيفين، واحد يطبل لحفتر والآخر يطبل لدبيبة، أما ليبيا فعليها السلام. طيب، لكل له رأيه سيد فتحي، أشكرك جزيل الشكر، المهتم بالشأن العام أيضا سيد فيصل بوريجا، الباحث في قضايا الأمن القومي، ودكتور يوسف البخبخي الأكاديمي والناشط السياسي. مشاهدينا، نلقي نظرة سريعة على تناول بوابة الوسط لأهم المواضيع خلال 24 ساعة الأخيرة، تفضلوا.
وفي الختام زوروا موقعنا الوسط.ly. إلى اللقاء.